دايما بكون مبسوطه قوي لما بيكون في فرد من افراد اسره لعيبه كابيتانو مصر بيكونوا موجودين هنا في المعسكر. مش عارفه اوصف لكم الاحساس بيكون عامل ازاي، كميه مشاعر مستحيل تتوصف. علشان كده ولا اقول لكم بلاش احرق لكم المفاجاه، تعالوا دلوقتي نروح نشوف احنا محضرين النهارده ايه للعيبه كابيتانو مصر. حفيد عند جده مفيش أعز ولا أغلى منه، ومن حكايات اللاعبين في المعسكر لقينا جدود كتير دعموا أحفادهم وشجعوا موهبتهم لحد ما وصلوا لكابيتانو مصر. دايما بيقولوا إن أعز الولد ولد الولد. الولد صح؟ صح ده. إحنا النهاردة هنا في كابيتانو مصر بما إن الجدود هم دايما أعز صحاب لكل الأولاد، ودايما كده كل جد بيكون ليه معزة ومكانة خاصة عندنا، بتربطنا دايما بكل جد صداقه وعلاقه مختلفه جدا، وهو بيكون احلى حاجه في حياتنا. دايما بطلب من اللاعب هو اللي يعرف جده، فالمره دي هعمل بقى العكس، هستنى من حضرتك تقول لي حضرتك جد مين وهو بقى بالنسبه لك ايه. يا علي انور محمد جد ياسين خالد محمد عبد الله، وانا من كفر زيات جد محمد السيوني. ده طبعا اول حفيد لينا يعني. ارحيم طارق هو ابن بنتي. فتحي محمد ابراهيم حسين. بتشوفه ازاي ياسين؟ شفت فيه ان هو لعيب كوره، كان والده دايما اللي هو ابني بقى بيقول لي هو بيلعب كوره كويس بتاع، قلت له خلاص وديه نادي، دايما كان بيحب يشوف صور زمان وانا كنت بلعب كوره، فليا صور كتير يعني. كنت ساعات بنلعب بقى في الشارع ايامها الكوره الشراب، كنا بنعمل كوره سافينج كده طبعا، ونعملها بالخيط وبتاع، ما كانش بقى في كده زي دلوقتي متدلعين دول. ده حاجه جميله والله. ان الدوله تعمل حاجه طبعاً زي كده، يعني ده حاجه كويسه جدا. بما اننا بقى بنتكلم على الاختلاف بين برضو زمان ودلوقتي، فاكر كنت بتاخد مصروف كام وانت صغير؟ والله انا في الاعدادي كنت باخد قرشين ساب. قرشين كنت بتجيب بيهم ايه؟ تعريف السندوتش، السندوتش النهارده زي يعني قد رغيف. لازم اسال رحيم، انت بتاخد مصروف كام؟ في اليوم باخد 10 جنيه. 10 جنيه وكان سندوتش بتعريفه. كان دايما بنقول ان الجد هو المعلم للحفيد بتاعه، بيعلمه ويبقى معاه وينصحه. بس حضرتك كنت مثلا ساعات مثلا ممكن تيجي تساله في حاجه على النت تبقاش فاهم بتتعمل ازاي، تبقاش عارف تعملها. لا انا بديله التليفون يعمل لي، هو اللي بيعمل. الفرق بين الجد وحفيده ما كانش في اللعب بس، تعالوا نشوف زمان كانوا بيسمعوا ايه واحفادهم بيسمعوا ايه. عايز اعرف حضرتك كنت بتسمع مين زمان؟ عبد الحليم، فريد، ام كلثوم وعبد الوهاب. ام كلثوم. ام كلثوم برضه. ام كلثوم ونجاة. طب مثلا لو طلبت منكم ان احنا ندندن كده اغنيه من اغاني زمان، حاجه لام كلثوم مثلا. روح لمين؟ الله يلا. لمين؟ معانا واقول يا ميني وانصفني منك، اهو انت فرحي وانت جرحي وكله منك. اروح لمين؟ انصفني منك. ايوه. لا سافه سافه سافه، الجد جامده قوي، سافه جامده قوي. طبيعي الجدود يختاروا ام كلثوم. تعالوا بقى نشوف الاحفاد ردوا عليهم باغنيه ايه. وسط دموع وجرح وخراب جيت سعادتك كملتيها، وانت احسن خلينا اصحاب وجرحي. طب خلاص كفايه. هو ده الفرق، ده الفرق بين زمان وبين دلوقتي. عمال ايه؟ انا مبسوطه قوي 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 ان حضراتكم كنتوا معانا النهارده، وربنا يا رب يخليكم ليهم ويخليهم ليكم كده، وتشوفوهم احسن لعيبه في الدنيا، ونورتوا معسكر كابيتانو مصر. نشوفكم على خير ان شاء الله. بشكل استثنائي سمحنا للعيبة في المعسكر يمسكوا الموبايل عشان يتابعوا لأول مرة رد فعل الناس على مشاركتهم في كابيتانو. مجهود كبير جدا بيعمله كل نجوم كابيتانو مصر علشان يكونوا بيثبتوا نفسهم وبيوصلوا لحلمهم، واكيد لازم يوصل لهم قد ايه في تشجيع كبير جدا من كل المشاهدين ومتابعين البرنامج على مدار الاسابيع اللي فاتت. دلوقتي هنروح ونتابع معاكم اخر الكومنتس اللي جايه لهم من كل الجمهور اللي بيتابعهم، عشان الشباب الجامد قوي في كابيتانو مصر لازم يعرف قد ايه لجماهير بره. صباح الفل على الرجالة الجامدة جدا. عم
عاملين ايه النهارده؟ الحقيقه ان احنا في الفتره اللي فاتت الاسابيع كلها شفنا ازاي الجمهور بقى مرتبط بشكل كبير جدا بكل اللعيبه، كلهم بقى ليهم فانز وناس بتشجعهم، وعايزه على صوت تكون بتبعت لهم وتوصل لهم قد ايه هم معجبين وبيشيدوا بادائهم العظيم على مدار الاسابيع، وخصوصا كمان ان في تطور كبير جدا بقينا بنتابعه في مستواهم من ماتش لماتش. فاحنا النهارده موجودين معاكم علشان مستحيل تكونوا متخيلين انتوا بقى عندكم جماهير كتيره ازاي، وقاعده مستنياكم كل اسبوع عشان تتفرج على ماتشاتكم. وهنشوف مع بعض النهارده فقرتنا في السوشيال ميديا قد ايه في ناس بتشجعكم. فخلونا كده نبدا. اول كومنت هيكون معانا من هناء عطيه، بتقول يوسف العجوز فريق كابتن ساره هو رقم 3، بالتوفيق يا يوسف فريق كابتن ثابت البطل. يا يوسف ايه الكلام الكبير ده؟ انا بشكرها طبعا على الكومنت بتاعها ده، وان شاء الله هو كابتن مصر. توعد الجمهور بقى اللي بقى بيشجعك وبيتابعك من ماتش لماتش بان انت هتعمل ايه في بقيه البطوله؟ ان انا هكمل والعب راجل وان شاء الله اخد كابتن مصر. كسر الدنيا. الكومنت التاني جاي لنا من محمد جمال عبد الجليل، بيقول احلى واقوى حارس في البطوله وفي مصر محمد ايمن الصاوي، ربنا يوفقك يا اخويا، تحيه للصاوي. قول لي كده بتبقى حاسس بايه لما يجي لك كومنت في وسط ما انت اكيد بتبقى تعبان قوي ومضغوط وبتتمرن؟ بحس في تحمس كده، حماس، بنزل الملعب بحس في تحمس، كسر الدنيا، بحس في ناس بتتفرج عليا، في ناس كتير قوي بتتفرج عليكوا كلكوا، عليكوا وعليكوا كلكوا. طيب انت بالنسبه لك مين حارس المرمى سواء في مصر او عالمي نفسك تبقى زيه؟ طبعا محمد الشناوي. محمد الشناوي اللعيبه كانوا مبسوطين قوي باللي قروا عنهم على السوشيال ميديا، خصوصا انهم لاول مره يعرفوا انهم بقوا مشهورين وليهم جمهور بيعاملهم كنجوم. طبعا دي كانت كومنتات قليله جدا من كومنتس كتيره قوي كانت بتجيلكم على مدار كل الاسابيع اللي فاتت، وكل حد فيكم ليه الجمهور بتاعه اللي بيكون مستنيه كل اسبوع علشان يكون بيكسر الدنيا، حتى لو في واحد بس كسبان كلقب كابيتانو مصر، بس انتوا اكيد كلكم كسبانين بالتجربه دي. وانا شخصيا كسبت ان انا عرفت شويه شباب كده طموح وعنده مثابره وعنده حلم عايز يكون بيوصل له، فانا بحييكم وعايزاكم انتوا كمان تحيوا كل الجمهور اللي بيتابعكم على مدار الاسابيع اللي فاتت، وتوعدوهم ان انتوا هتكسروا الدنيا. ملعب كابيتانو مصر هيشهد النهارده تاني مباراه في مباريات الذهاب لمربع الذهب، مباراه ما بين فريق هشام عبد الرسول بقياده كابتن هشام حنفي، واللي حسم تاهله للمربع الذهبي بعد الفوز على فريق حسن الشاذلي بركلات الترجيح والتألق الكبير لحارس المرمى عبد الرحمن الروبي. يلعب الكرة عمر وينتهي اللقاء بفوز هشام حنفي. أما فريق شحتة اللي قدر يعمل ريمونتادا في دور الثمانية أمام فريق محمود بكر ويقلب تأخره بهدف لفوز بهدفين لواحد علشان يكمل كابتن محمد اليماني حلم الفوز بلقب كابتانو مصر للموسم الثاني على التوالي. ولد يا عزت يا ولد يا ولد عزت يا ولد يلعب الكوره عمر بقى هيجت هيجت لسه هنا فين؟ لا 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 حارس مره ومره 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 يا لا 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 اتفكرتم لليابان هديه الكره دي هديه الكره دي. اهو كده اكني واقف شويه اكني عشان اعمل اطاله كويس لرجلي. وسط خفيف اهو وسط خفيف يلا وسط كده خفيف يلا اطلع فوق احجل 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 اطلع فوق اسرع اسرع حرك حرك فوسط بعض فوسط بعض فوسط بعض فوسط بعض يلا فوسط بعض فوسط بعض فوسط بعض فوسط بعض يلا كويس 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 كويس. طول ما انا هنا وهم ضاغطين عليا في عندي خطوره، فانا ازاي اطلع بالكوره؟ اطلع بالكوره ان انا هسلمك، لو جه ضغط عليك العب مع رضا، رضا جه الكوره معاك هتلاقي واحد نازل لك، ايوه كده اعدي بس كده، اول ما اعدي بالكوره خلاص هعرف اشتغل. بس الكوره انا بعمل اوتوماتيك رايح كده اهو رايح كده اهو اروح مثلا ماشي هوب دي كويس يمين وشمال ايوه كده داله ها داله بسرعه 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 بسرعه. التدريبات مستمرة والأعصاب مشدودة وما زال معانا واحد من أفضل لعيبة نص الملعب في تاريخ مصر النادي الأهلي المسمار حبيبي عمرو ربنا يخليك حبيبي الحمد لله الدنيا مشدودة قوي حتى أنا يعني متوتر. أنا أحسن لي كنا أبقى في الملعب، لكن اللي أنا بتفرج بره دي أو أشجع حد أصعب أصعب قوي.
ستوب يا شباب ستوب. تعالى هنا كابتن. كابتننا حبيبي يا كابتن حسين. وراك ايه؟ من احسن اللعيبه اللي جت في رقم 6 حسام عاشور. ربنا يخليك كابتن حبيبي. ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا معاكم النهارده ومع كابتن هشام وبتمنى له التوفيق. انا مع كابتن هشام النهارده ان شاء الله. كابتن هشام يكسب باذن الله النهارده. ده حبيبي اخويا الكبير. اول مره حكيت. ومن احسن اللعيبه نص ملعب اللي جت في تاريخ مصر بامانه. يعني احكي لنا على ماتش الصفاقسي عشان ده ذهاب واياب. عشان احنا بنلعب دلوقتي كده ذهاب واياب ففاهمهم المواقف الصعبه اللي عدت عليك هنا وهنا. احنا هنا الماتش كنا متعادلين 1-1 دخل فينا جون الاول بعد كده اجتهدنا وكان عندنا اصرار ان احنا نجيب التعادل ونكسب بس ربنا ما كرمناش يعني اتعادلنا. رحنا هناك وضيعنا كتير يعني ضيعنا كتير قوي وهم ضيعوا بامان بس احنا كان عندنا اصرار وعزيمه وكان قلبنا على قلب راجل واحد ومركزين قوي ان احنا البطوله دي ناخدها. فانت لو ركزت وحطيت في دماغك اللي انت عايز حاجه هي بتفرق من واحد لواحد بس انت لو حطيت في دماغك اللي انت عايز اكسب هتكسب. ربنا يكرمك. تعالوا نروح نشوف الضحيه بقى اليماني. تعالوا نعدي عليه كده سريعا بقى يعني ان شاء الله يعني معلش يعني انا عارف ان انتوا عايزين تخلصوا مع بعض انتوا الاثنين بس بقى نروح لو في تحدي وكده بالظبط يعني اللي نص الملعب الواقف. يلا رجاله يلا رجاله يلا رجاله كويس اضطر بصراحه ان انا افتن واروح اقول لليماني ان انت مع كابتن هشام من الاول كده عشان خلاص كده الموضوع يبقى واضح وهو بيحب الحاجات يعني دي. انا عمرو مقدمك هناك جامد ومسيطك وعامل لك شغل تيجي كده تروح تقول عمرو حد عمرو حد عمل لي اي تقديم والله. طيب كويس تعالى رجاله تعالى يماني. يماني ده كابتن عامل ايه يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. بص يا ماني انا هقول لك حاجه بصراحه يعني قول. هو انت كسبت بطوله المره اللي فاتت والناس مش عايزاك تكسب وحسام مع هشام حنفي في نفس الفرقه وقالوا كده هناك بصراحه يعني اعتقد ان مشوارك كده يعني كفايه. في ناس كتير قوي عايزه تقول لك على فكره والله كفاية. انا على فكره انا حاسسها من بدري والله والله العظيم حاسسها من بدري بس انتوا يا جماعه معاكم واحد ما شاء الله اخد اكثر بطولات في مصر كلها ربنا يخليك والله العظيم يعني من النجوم يعني اللي بحبها جدا يعني حبيبي. بس انت بتقطع فيا؟ لا عمري انا قطعتش بامانه. نفسك ليه طيب؟ لا عايز اقول له حاجه بقى ده هو قال لي ان هو هيبقى مع اليماني النهارده والله العظيم. البطوله بتاعتي يا جدعان. لا حبيبي يا كابتن انا مبسوط ان انا معاكم النهارده. فانا عايز اقول لكم كلمتين. احنا بنلعب سيمي فاينل واللي انا اتعلمته في الماتشات اللي انا لعبتها السيمي فاينل والنهائيات انت لو دخل فيك جون تبقى الدنيا صعبه في الماتش التاني. طب انا عايز اسالك سؤال بقى. قول. لما تبقى نمره 6 وبيلعب في الفرقه اللي ضدك فيرويد باخ وسريع وحريف زي اليماني كده خلاص بتساند المساكين ازاي بقى؟ الديفندر بيساند المساكين ازاي لما يبقى عنده غلط عليا عشان هم عندهم شويه فراوده كده مش سهلين. لا كابتن اليماني لما كان بيلعب انا كنت بعشقه. هو كفيرويد بيلعب بدماغه كويس بيلعب برجله كويس سريع. فلما كنت انا بلعب لو انا كنت بلعب وكابتن اليماني موجود كنت هقطعه. دي حقيقه والله مبسوط مش هخليه يلمسها يعني مش هخليه يلمس الكوره خالص. ده شرف لينا. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك. لا وبعدين برافو ما شاء الله ما حدش سقف لما قال ان هو هيقطعك كله عايز يلعب وكلهم مذاكرين. طبعا محدش يعني كلكم صفوا طبعا. يا رجاله مش سامع حاجه ايه؟ 3-2-1 يا مالي نمبر 1 لا بتهرجوا طبيعي طلع من القلب. هتلعبوا كلكم هتلعبوا بصوا اساسيين. طيب كالعاده عندنا تحدي عشان نعرف المحاضره النهائيه حسام عاشور هيبقى مع مين فيكم. يلا بينا على التحدي مع كابتن هشام طبعا عشان كابتن هشام اخويا الكبير وانا بموت فيه طبعا. انت عملت معايا مره فاتت هتكسب يا كابتن هتكسب يا كابتن. انا ساكت وكسبت خلاص يا كابتن. انا عايزك تكسب التحدي. طيب يلا بينا على التحدي. يلا بينا تحدي النهارده هو تحدي مهاره التشيب. 5 كور لكل لاعب لازم يحاول يجيب اكبر عدد ممكن من الكور داخل صندوق المايه. طبعا علشان نعرف التحدي ده بيتعمل ازاي فاليماني وهشام حنفي ممكن لو سمحتوا تورونا كده. اتفرج. لا والله بجد. ماشي. كل مدرب يختار لاعب. تعالى صابر. صابر. والله يا رجاله انا مش واثق ولا عايز فيكم. مش هكدب عليكم بصراحه يعني. احمد عزت فين؟ هو الناس كلها مخدوعه فيك. تعالى بنشوف. ماشي يلا تفكر. يلا مين فيكم اللي هيلعب؟ ماشي يلا. معلش.
معلش كويس كويس حلو معلش حلو ماشي حاول تاني كنترول واعملها بطن رجلك يا ولد برد معلش حلو ولا يلا تاني سيبه براحته براحته يا كابتن ده لعيب ده ما بعرفش اعمل كنترول يا كابتن دي انت مموت ماشي كل اللي علمه لك كابتن ايماني اعمل العكس انا هظبط رجلك في البدايه انا بقول لك عليه انت عملتها انت حلوه أوه. واحدة واحدة ايه تاني واحدة واحدة روح هناك عشان تلعب يا ولا روح هناك اصاب حلوة حلوة يا صاب خلاص 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 يبقى كده اليماني بيخسر التحدي وطبعا هيدخل الملعب و هختم بيت مغلوب حسام عاشور ان شاء الله بيت مغلوب النهارده هيكون مع هشام حنفي هو كان نفسي يبقى معاك هو قال لي كده في الاول قال لي انا نفسي اكون مع اليماني هاخده معايا طبعا مضطر نخليه مع ايه ماشي يلا بينا احنا بقى يلا بينا هوصلك كده على بجد يلا يا رجاله قبل التحدي كنتوا عايزين تبقوا مع بعض بقيتوا مع بعض فاسيب لكم انتوا بقى الكلام في المحاضره اللي قبل النهائي لا يعني طبعا انا مبسوط ان احنا كسبنا التحدي بس هنبسط اكتر ان انا اكسب في الماتش ان شاء الله يا النهارده كسبنا وكسبنا وقفه كابتن حسام عاشور معانا هو هيتكلم معاكم ويديكم هو المحاضره انا هستغنى عنها النهارده انا زي ما بقول على طول لازم يبقى عندكم اصرار وعزيمه وتركيز اللي انتوا تكسبوا ده سيمي فاينل اهم حاجه ما يدخلش فيه الجون والعب واتبسط روح على الجون وشوط واتحرك لزميلك وزي ما قلت الدفاع والنص الملعب والهجوم كلكم مع بعض ولا ده سابق ده ولا ده سابق ده عشان نلعب بانتظام واكيد طبعا كابتن هشام قايل لكم على كل ده فان شاء الله ربنا يكرمكم ويوفقكم تعملوا حاجة أنا مع كابتن هشام أنا قلت من الأول أنا مع كابتن هشام إن شاء الله فإن شاء الله تخلي إن شاء الله شكل كده حلو بإذن الله لازم يا جماعة نخلي شكل كابتن حسام كويس وتكسبوا النهاردة بإذن الله هو معانا طيب يلا جاهزين الماتش ولا إيه بقى؟ فيه يلا بينا يلا بينا يلا بينا الماتشات اللي زي دي ما فيهاش هزار الماتشات اللي زي دي مهمة جدا جدا سيمي فاينل خلاص انت خطوه تبقى في النهائي كل ما بنعدي مرحله المرحله اللي بعدها بتبقى اصعب لازم نقف صح ولازم نلعب كتير كوره مع بعض مش عايز اي مساحات عايز كل حاجه المسافات بيننا قريبه هنا بالنسبه للباك رايت جنب قريب الباك ليفت قريب المساكين الديفندرات هنا اكتر ناس بتساعد دول الديفندرات بينجحوا الخطه كلها يوسف دايما تبقى هنا دايما هنا دايما هنا انت اللي بتغطي على طول العب هنا غامر مفيش مشكلة انما في المنطقة دي خالص مش عايز اي مغامرة هنا خالص يا رجالة اهم حاجة الكرة الثابتة بنعملها كويس عندنا رضا بيعملها كويس عندنا عمار عندنا يوسف عندنا عبد الرحمن عندنا ياسين توفيق يا رجالة فاتش النهاردة جاهزين ولا لا؟ جاهزين يا حبيبي توفيق ان شاء الله اصابة سريعة في اول دقيقة المباراة اطلع الولد اللي هناك ده كويس سريع تعالى روح روح جول ازاي ما هو مستلم وراح بيها يا جدعان في ايه استعدادات اللعيبه مستمره قبل لحظات من بدايه ماتش الذهاب في لقاء حاسم الفايز فيه بيحسم اول نصف مقعد في المباراه النهائيه لكابيتانو مصر روح عاليه وحماس واضح على وشوش كل اللاعبين كابيتانو يوم جديد المهارة عنوانه والنهاردة لقاء جديد يجمع ما بين رمزين كبيرين كابتن شحتة اللي بيقوده محمد الياباني وعلاء عبد الظاهر أما هشام عبد الرسول الرمز الكبير اللي بيقوده هشام حنفي
الماتش بحضور كابتن حسام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق. الرحيم. يوم جديد من أيام الكابيتانو، يوم جديد المهارة عنوانه، والنهاردة لقاء جديد يجمع ما بين رمزين كبيرين، كابتن شحتة اللي بيقوده محمد الياباني وعلاء عبد الظاهر واللي بيلبس اللون الفسفوري، أما هشام عبد الرسول الرمز الكبير اللي بيقوده هشام حنفي ومعاه أشرف يوسف واللي بيلبس اللون الأسود. ولكن شعارنا النهاردة في الكابيتانو: فلسطين في قلب كل المصريين، غزة أهل العزة، إن شاء الله منصورين ولاد فلسطين. النهاردة دور الأربعة الكبار. إصابة سريعة في أول دقيقة المباراة، ومع التوقف ده نفكركم على طول بصاحب الشارة الذهبية فرقة اليماني السيد نمرة 7، لعيب على الخط بس هو فيرود وبيقرب حلو وجايب جوال حلوة قوي، والنهاردة لازم يبقى ليه دور كبير قوي لو فريق اليماني هيوصل النهائي التاني على التوالي. يلعب الكرة لقدام في اليمين، عايز يعدي عبودة ابن أسوان، ولكن تروح الكرة مرة تانية لليماني، ياخد فاول. بلال 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 يعمل على هناك، بلال ابن بني سويف بيقولوا لعب الكرة جوه منطقة الجزاء، فعلا بيلعب الكرة جوه منطقة الجزاء. الروبي 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 حارس رائع، الروبي اطلع اطلع نص الملعب، ترجع مرة تانية يلعبها لقدام حلوة. احمد عزت عرابي ابن بني سويف لاعب مميز، احمد عزت تروح الكرة في اليمين اللي عايز يعدي، يعدي السيد محمود ابن الشرقية مع ذهبية، يلعب الكرة عند منطقة الجزاء. حلوة عزت هجمة لفريق شحتة، السيد محمود يروح بمهارة كبيرة ويسلمها لأحمد عزت، تسديدة لكن بعيد عن المرمى. يا عزت يا عزت يلعب كرة الضربة الثابتة في اليمين، يسيب الكرة فاول. يخليه لوحده، فعلا لعب الكرة عند روبي. والدفاع اتدخل ودربكها ودربكها ودربكها. يا صابر يا صابر يا صابر، لاعب مميز جدا، قصير مكير خطير، هو كابتن الفريق. اقفل 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 رضا رضا اقفل اقفل اقفل. اليماني بقى ما بيرحمهمش، بقولك ايه ما تسرحش ما تسرحش، يفضل شادد عليهم طول الماتش عشان يبقى على طول مركزين. اقف عمر 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 اقف انت اقف لقدام عند نص الملعب، تروح مره ثانيه عند صابر صابر صابر، لاعب مهاري قصير خطير مكير، يلعب الكره لقدام حلوه قوي قوي عند عمار ياسر، عمار ياسر عمار ياسر، ولكن بيحاول يتوازن عمار ياسر ويلعب الكره، تروح له مره ثانيه عمار عمار عمار. الولد اللي هناك ده كويس سريع، هما دايما دايما هما بعيد عنك دايما بيبقوا مش مركزين، هنا هيبقوا معايا الشوط الثاني بس يعني اهم حاجه بس ما يعني ما يخش فيه الجول. اسمعوا التعادل بدون اهداف، ادي كره تروح عند الشمال عمران 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 عمر عمران، يلعب الكره بالعرض وتعدي الحارس، يا خطيره ممكن يشوط الكره. الحارس محمد حسين. أجمل الفريق هشام عبد الرسول، عمر عمران من الناحية الشمال يرفع أوفر خطير، الكرة تعدي حارس المرمى وتوصل لأحمد رضا، لكن الفينش ما كانش بالشكل المناسب. مرة تانية
السيد محمود عايز عادي السيد محمود مميز قوي يلعب عند صابر 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 محمد صابر ابن اسوان ابن اسوان يلعب الكره لياسين ياسين يا راجل يا راجل يا راجل تعال 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 يا ابني في ايه تعال من جديد يظهر محمد صابر بمهاره كبيره يعدي من اتنين لاعبين ويمررها لياسين خالد استلام حلو لكن بيلعبها بعيد عن المرمى نص الملعب عايز يعدي عبوده عبد الرحمن تروح عمر عمران ابن الجيزة على مرتين رضا اسمعني روح هنا فاضيه روح محمد مصطفى ابن الدهلية عايز عادي يقع لك الحكم بيدي تحت فرصة اوفسايد ازاي ما هم يسلموا راح بيها جدعان في ايه نظم الدفاع عشان يلعب الكرة على طول يلعب الكرة عبد الرحمن يستلم الكرة كويس قوي ويشوت الكرة مبخطة الكرة دي كانت ممكن تعمل مفاجأة خدها سيء 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 تعال 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 في فوق شوية بص بص هنا 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 عايز اخد كرة من هنا وزوح بيه على طول هنا فوق شوية فاهم يلا طريقة لعبنا شكلها مش كويس ومش عارفين نلعب ولا بنلعب كرة صح ولا واقفين صح ولا اي حاجة يعني كل حاجة في الملعب غلط يلعب الكرة عند صابر هو عمران صابر وعمران الاثنين ياخدوا الكرة ويلعب الكرة لا مبخطة ولكن تكون سهلة طول ما انت ضاغط هنا هم عندهم غلطات أيوة شفت انت اللي روحت صح يعدي كويس السيد محمود عايز يعدي من واحد واثنين مهارة عالية كور غالية ياخدوا الكرة مرة تانية عند عادل وبينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف ما بين الفرقتين فريق الكابتن شحتة وفريق هشام عبد الرسول ودايما أقول للمرة التانية في الموسم الثاني بشكل ثاني فلسطين في قلب كل المصريين استراحة قصيرة ثم عودوا ألقاكم مع أحداث الشوط الثاني كابتن حسام عاشور اهلا صباح الفل صباح الفل عامل ايه انا كويس الحمد لله انت كله كويس الحمد لله يو ار يو جود ام جود الحمد لله انا مبسوطه جدا انت معنا. انا مبسوطه ان انا معاكي انا مبسوطه ان انا معاكي بص دلوقتي هنعمل بيست اوف حسام عاشور تمام ماشي يلا بينا يلا بينا افضل ماتش في تاريخك افضل ماتش في تاريخي ماتش الصفاقس النهائي في تونس ده افضل ماتش لعبناه ليه ان انت تجيب جون في اخر دقيقه فكان بالنسبه لنا فرحه مع بعضها فرحه أكيد. فده من احسن الماتشات اللي انا لعبتها في حياتي اغلى بطوله هي برضو هي برضو بتاع الصفاقس دي لا الجون جه في اخر يعتبر اخر دقيقه حلو قوي فالفرحه اللي احنا كنا فيها انا كنت بعيط من الفرحه فدي من اغلى البطولات اللي احنا خدناها افضل ديفندر في مصر النهارده هو في اتنين بصراحه يعني علي ديانج ومروان عطيه افضل مدرب اتدربت مع طبعا مستر مانو جوزي طبعا لا مستر مانو اكيد افضل معلق كوره في كابتن مدحت شلبي كابتن شوبير يا نهار وكابتن شوبير كابتن حاتم بطيشه افضل مهاجم في تاريخ مصر كابتن الخطيب وكابتن حسام حسن وكابتن عماد متعب افضل فيلم عربي انا بحب تيتو تيتو احمد السقا افضل مسلسل انا بحب قوي لن اعيش في جلباب ابي بتاع الفنان طبعا الله يرحمه نور الشريف ممكن لو دخلت يعني على جوجل ولا حاجه افضل مغنيه شيرين شيرين آية ليه؟ أنا بحبها برضو أكتر أغنية بتحبها اللي هي ما شربتش من نيلها دي حلوة قوي ما شربتش من نيلها فكرت بغنيها هي دي أنا عشان بحب شيرين فالأغنية دي حلوة قوي
يعني مش قديمه قوي، لا جديده. صح. اكتر اكل بتبقى صينيه بطاطس بالفراخ، انا مراتي بتعملها حلوه قوي بجد. ووالدتي مسقعه ملوخيه. نو يعني كشري يعني ملوخيه. اخت المدام اخت مراتي هي اللي بتعرف تعملها. اوكي. فكل واحده بتعمل حاجه. أوكي. كويس. خليفتك كوكا ولا مروان عطيه؟ مروان عطيه. شكرا جدا. شكرا كتبت. انا مبسوط ان انا كنت معاك. شكرا. الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين. هشام حنفي ينجح في تحجيم فريق شحتة والسيطرة على مصادر الخطورة عند محمد اليماني. سخن رجالك كويس بقى كله. سخنه كويس عشان ما حدش يتعور. ما تعمل لي كده اهو وكده اهو وكده اهو. ازاي؟ بدأنا وحش. من بعد 5 دقايق مسجلنا على الماتش كله. يا برنس العب تحت الفروت بس، مالكش أكتر من كده. ما تعمليش يا حريف. تحت الفروت بس. ركز معايا انت وبدير. والمساكين لو واحد فيكم قرش واحده هطلعكم بره وهروحكم. لازم عمار اخد الكره اروح. عمار فين؟ ما تحط اللي في وشك. مش عارف الف، حط اللي في وشي هو يشوط. ليه عايز اعمل فيها كل حاجه؟ بص بيزعق ازاي وبص يعني بيشوط فيهم ازاي؟ لان هو عارف ان عليه خطوره. انتوا مسهلين الدنيا على الفرقه الثانيه قوي. ما تتنكش على الكوره عشان لابس شاره. اوعى تتنك على الكوره. خليك واثق في المدرب بتاعك، مش هيقول لك حاجه غلط. ما تلعبوش لبعض، كل واحد بيلعب لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ على بركة الله الشوط الثاني في الموسم الثاني للكابيتانو، والنهاردة عنوان واحد وملوش ثاني في الموسم الثاني: فلسطين في قلب كل المصريين، ولاد العزة ولاد غزة. بيبدأ فريق شحتة الشوط الثاني بمحاولات مكثفة للضغط على نص ملعب فريق هشام عبد الرسول. كينو نزل يعمل فعالية اللي بدأ بيه الشوط الثاني. نزل النني، والنني كان افضل لاعب في فرقه كابتن احمد الكاس. كان عندي تحفظات على ادائه في اخر ماتش، بس النهارده شكله بادي مركز. محمد مصطفى وتروح مره ثانيه عند عمر عبد الوهاب اللي يلعب الكوره في الشمال. اللي عايز يعدي اسلام يلعب الكوره بالعرض حلو عند كينو ابن اسوان. لسه 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 لسه, لسه. هجمة لفريق شحتة، عرضية إسلام أحمد، يستلمها إبراهيم محمد كينو ويسددها في الدفاع. بتوصله تاني لكنه بيبالغ في الاحتفاظ بالكرة فبتهرب منه. أنا من النوعية لما أقول لحد يعمل حاجة أعملها صح. خد الكرة ألعب على قدام على طول وسهل على نفسك. عايز يلف بالكرة ويلعب حوالين نفسه. أنا بحبش كده وهورس الماتش اللي مش هلعبه. مرة تانية يقطع الكرة يلعبها قدام عند اسلام يعدي كويس قوي. اسلام جوه منطقه الجزاء، في خطوره ولكن يتدخل الروبي ويمنع الخطوره ويظهر في الصوره. اسلام احمد يراوغ جوه المنطقه، عبد الرحمن الروبي بيخرج من مرماه في الوقت المناسب وبينقذ الموقف. يلا يا عمار روح ايوه روح كمان. عايز يعمل مشوار عمار تاني ويروح عمار كويس يطلع هنا كويس يلا يا ابن اللعيبه على السبرنت. عمر وليد هو اللي نزل مره ثانيه. ابن حلوان يلعب الكوره عند عادل ابن المنوفيه اللي بيعدي الكوره. يا روبي ده اسلوبي. نني العب على قدام، ما تلعبش في وسط الملعب، العب على جوه على طول. عادل الشافعي يستلم الكرة من الناحية اليمين ويعدي بمهارة ويسدد قوية، لكن روبي قافل زاويته وصاحي للكرة. يلعب الكرة جوه منطقة الجزاء لكن يطلع كويس قوي الدفاع. عدى يا رضا، عدى وصله عدى روح. هو من الشوط الأول والثاني يجري مرة ثانية. عمار مفيش هزار. عمار يجري يلعب الكرة في المرمى ويمسكها على مرتين. هايل عمار، كويس عمار. مرة تانية بيحاول فريق هشام عبد الرسول يسجل هدف على أرضه. عمار ياسر يعدي من الناحية الشمال لكن مستعجل في التسديدة. ها
محمد صابر اداني الكوره فانا جريت بيها عديت المدافع الاول وقطمت بيها وحطيتها في القريبه لانها الكوره كانت بعيده عني فما ساعدتنيش ان انا احطها في البعيده. كينو يلعب الكرة حلوة قوي بيلعبها كده بيقول له روح انت السيد السيد هو اسلام يا ولد يا ولد يا مصطفى يا ولد يا مصطفى يا ولد يا مصطفى نص الملعب يقطع الكرة كويس قوي وليد مرة تانية يروح ولكن يطلع الكرة من قدامه اياد علاء تروح عند ابراهيم 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 يلعب الكرة خطيرة ولكن محمد مصطفى يتدخل كويس قوي وتروح هنشوف فاول ملهاش لازمة خالص ملهاش لازمة خالص ملهاش لازمة خالص فاول من حتة خطر قوي 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 ركب ابن أسوان ابن أسوان بتقول يا رب هيلعب الكرة إبراهيم تبقى ضربة ركنية كينو كينو هيا عبد الرحمن عطل عطل كينو جنبه احمد عزت يلعب له الكوره لاحمد عزت عرابي اللي يلعب الكوره لقدام عند عادل ولكن الروبي موجود يقفل بالوعود على طول هنا بقى يشتغل ايه مدافع الروبي كمان رغم قصر حجمه لكن بينقض على الكوره كويس توقيته مهم جدا حارس المرمى توقيت هو انقذني في كورتين لا شابوه يعني هايل احسن حارس في البطوله انا رحت عليها برجلي الصراحه كنت مقلق منها رحت عليها برجلي بس خدت الضربه في دماغي والحمد لله يعني ربنا كرمني واتشال مرة تانية حسن يلعب الكرة عند ياسين وتنتهي المباراة 0-0 دي مباراة كابتن هشام حنفي اليماني فشل في انه يسجل هدف خارج ارضه ممكن يكون غالي قوي الفشل ده لان الجول بره ارضك في كابيتانو مصر باتنين أطلق الحكم صفارة النهاية علشان يعلن تعادل فريق هشام عبد الرسول مع فريق شحتة تعادل سلبي يخلي كل الاحتمالات واردة في لقاء العودة ورغم أن اللقاء على أرض فريق هشام عبد الرسول لكن أكيد مدربهم هشام حنفي راضي عن التعادل خصوصاً أنه قدام فريق قوي هو فريق شحتة برافو يا ولد بجد والله عظيم أنا مبسوط بيكو أوي فرحان بيكو أوي أيوة مش قادر أتكلم صوتي راح طبعاً لكن والله بجد انا مبسوط مبسوط بجد النهارده قايلين يعني بشهاده عمرو بشهاده طبعا كابتن حسام عاشور النهارده هو مبسوط شايفكم كويسين يعني تخيل بقى كمان لو كنت كسبان بقى النهارده كنا عاملين ازاي كنا هنبقى في قمه السعاده لان فعلا كنتوا تستحقوا النهارده تكسبوا احنا وصلنا لجون كتير جدا جدا عمار النهارده فتح شارع هنا باسمه بيدي درس بيدي درس الروبي الروبي بيلعب مش انتوا عارفين بقى بيلعب هو متطور في جنبه ومش قادر وما قالش انقذنا في كام جون هي كوره واحده كانت ممكن تقلب الماتش عمر هايل النهارده عشان لسه يعني مش واخد على الفرقه انت وياسين بس هايلين دخلته بسرعه محمد مصطفى بقى انا عايز تسقيف لمحمد مصطفى رقم 5 تعالى فعلا 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 كويس ده رجل البطوله كلها مش المباراه ده راجل ده راجل ده راجل البطوله كلها فعلا بجد ده صمام الامان بتاعكم بجد بيقف صح بيقطع صح بيسلم صح بيسمع الكلام لعيب الكوره اللي بيسمع الكلام يا كابتن حسام ما بيتفزلكش ما عندوش فلسفه ففعلا كويس برضه يا كابتن ماما كان واقف جنب برضه انا معاك مع اكيد كلنا مش لوحدك انا معاك انا عارف ده كويس بس فعلا انت واحد منضبط واحد فعلا ملتزم جدا في الملعب بجد وان شاء الله هتكون احسن لاعب في البطوله ان شاء الله باذن الله كابتن حسام انا مبسوط منكم النهارده كنتوا كويسين جدا كان كلكم مركزين وكلكم بتسمعوا الكلام دي اهم حاجه في لعيب الكوره تسمع كلام المدرب بتاعك بس مش عشان احنا بقى خلاص يعني عمالين نشيد بيكوا النهارده تيجي بكره لا انا خلاص انا عملت حاجه كويسه بكره بقى لا يبقى في تراخي وفي هدوء في اللعب وفي فزلكه لا مش عايزين كده تكسب
طيب ادي الشارت كلير اهي. كابتن حسام عاشور رشح 4 لاعبين من فريق هشام عبد الرسول لشارت كلير، هم محمد مصطفى، وعمار ياسر، محمد صابر، والحارس المتألق في معظم مباريات فريقه عبد الرحمن الروبي. عدي رقم 15 النهارده كان كويس. عمار بعدها قرر حسام عاشور يدي شارة كلير للاعب عمار ياسر. مش هتكلم. انا لو في ده مشيكوا همشيكوا النهارده. اقسم بالله العلي العظيم. مساكين فين؟ في يوسف فين؟ يوسف فين؟ قول لي انت ايه شغلانتك النهارده؟ شغلانتك ايه في الملعب؟ انت واللي جنبك شغلانتكم ايه في الملعب؟ تقطع وتسلم، تعمل فيها حريف تقعد في البيت هناك. معرفش مشوفكش تاني. انت والتاني اللي بيقلش اي حاجه ده يا عم نني ايه لك تعمل ايه الله بتعمل ايه سيادتك عم تفحل نفسك حلو رجاله انا عندي ماتش تاني ماشي نص الفرقه مش هتلعب هما كانوا احسن منكم بكتير النهارده بصراحه ولو لعبتوا كده الماتش الجاي حظكم ان الماتش ده 0-0 فالماتش الجاي وده كان الماتش كمان اللي على ارضهم الماتش الجاي على ارضكم انتوا فلو لعبتوا كده الماتش الجاي الموضوع مش هيبقى سهل. حسام دلوقتي دي شاره كلير اللي هتديها عايزك تختار 3 لعيبه واحد منهم هتديله الشاره. رشح كابتن حسام عاشور 3 لاعبين لشاره كلير. الاول هو ابراهيم محمد كينو اللي بقى معروف في البرنامج باسم النني. أما تاني اللاعبين هو إسلام أحمد إسلام تعالى سبعة والثالث هو السيد محمود تعالى سيد هديها الرقم 20 قرر كابتن حسام عاشور ان الاحق بشارة كلير هو اللاعب اسلام احمد كابيتانو كابيتانو حلم كبير قدامه حلمه يكون عقيمة ومش هيسيب مكانه دايما يكسب وقت لعيب كل ما يسدد كل ما يصيب كل مرة يبقى بشكل جديد كل مرة المستوى بيزيد ها كابتن ها كوتش الفرصة من ايديك ما تفوتش الخطة في الدماغ ما تروحش ركز على الحلم وما تدوش ركز على الكون هتقلب الكون هتولع الدنيا وسع الزون اجري ورا حلمك اوعى يوم تيأس حتى لو ضدك 100 مليون ركز على الكون هتقلب الكون هتولع الدنيا وسع الزون اجري ورا حلمك اوعى يوم تيأس حتى لو ضدك 100 مليون الملعب هو الحكم ورقم واحد هو الامل والابطال بس اللي بتوصل على القمة وبتحط العلم كابيتانو حلم كبير قدامه حلمه يكون عقيمة ومش هيسيب مكانه دايما يكسب وقت لعيب كل ما يسدد كل ما يصيب كل مرة يبقى بشكل جديد كل مرة المستوى بيزيد